un certain respect. Là, visiblement, c'était beaucoup plus démonstratif, ces pressions sur le pouvoir. Évidemment, est-ce que vous pouvez parler de cet aspect-là et puis de qu'est-ce que ça veut dire d'être avocat au moment du procès des 38 en termes de pression, en termes d'exercice du métier, en termes de risque, plus personnellement à ce moment-là? والله السلطة بن علي كان يحكم بوليس يقمع وقاضي يدخل الناس الحبس، لذلك كان مسيطر على القضاة. وفي المحاكمات هذه القضاة لعبوا دور سيء جدا في قضايا الحوض المنجمي، درجة ما 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 عشناش قبل. إحساسك أنك تكون محامي، أنت كل يوم محامي، لكن ما تشعر بأهمية أنك محامي كان في القضايا هذه، خاطر القضايا هذه فين الضغط والإرهاب والعنف، ضربونا وحاصرونا وكل ما يمكن أنك تخسر تخسر، لأنه كنا نمشي الصباح من تونس نخرج الثلاثة بتاع الصباح ويعرضنا البوليس السياسي ويوقفنا ويشتمونا ويسبونا ويهينونا ويعرقلونا ويزمون على بيرواتنا وكل شنو علينا حملات تشويه في الجرائد، شنو علينا حملات تشويه في الفيسبوك وفي في الانترنت، كل ما نجموا يعملوه نعملوه. لكن النبل المحاماة وقلي تحس بأنك تدافع على حالة قضية عادلة، قضية متاع شعب، وقلي تكون منسجم مع شعبك ومع الحقيقة ومع التاريخ ومع الأفكار العظيمة ومع وتكون ضد التيار وتكون متميز، بمعنى أنك تلعب في دورك الوطني الكبير. المحامي في الأصل مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات. ما تنجم تعيش الفكرة هذه أنه المحامي دافع على الحقوق والحريات كان في القضايا هذه. واحد اثنين، بالنسبة لي أنا شخصيا الموقوفين رفاقي وأصدقائي، والموقوفين نتبادل معهم ونتشتر معهم الأفكار، وأنا يساري، أنا منحاز للطبقة العاملة والشعب، يعني دوري الوحيد الحقيقي هو أن يكون دافع عليهم. يعني كنت نلعب في الدور اللي لازم نلعبه، هذيك حياتي، هذاك معنى الوجود نتاعي. إذا كان أنا ما نمشيش ونرفع عليهم وندافع عليهم ونزورهم، بين قوسين نزورتهم الكل في السجن، كنت ديما نزورهم الكل واحد واحد، مشيت لهم لعائلاتهم. علاقة أخرى، علاقة خاصة، علاقة فيها مهنتك وأفكارك والقيم نتاعك والمعنى الوجود نتاعك، أنك تكون ولا ما تكونش، أنت منسجمة مع حالتك الحقيقية ولا ما كانش، أنت تولي كيلو خريب تقول. وأنا فهمتني محاكمات الرديف هي التعبير على انتمائي، خاطر فيها رسالة، فيها مساج، أنا هذوكم، هذوكم متاعي وأنا متاعهم، أنا ولدهم، ولدهم اللي دافع عليهم، ولدهم اللي منهم، ولدهم اللي كيفهم، ولدهم اللي جاي منهم، ولدهم اللي جاي من وسط شعبي، من وسط متاع العمال، من وسط متاع الفقراء، ولدهم اللي يحمل معاناتهم ويحمل وجعهم ويحمل أمالهم ويحمل ألمهم ويعرفهم ويعرفهم، هو صوتهم. يعني ما كنتش محاميهم بقدر ما كنت الصوت متاعهم في الوضعية هذيك. يعني كنت أنا، لأنه عدنان الحاجي، عادل جيارة، طارق الحلايمي، بشير العبيدي، مظفر العبيدي، حفناوي، كلهم هذوما سي بالنسبة لي أنا كنت ندافع على روحي، وكنت ندافع على تونس وشعب تونس من خلال هذوكم، لأنهم هذوكم كانوا قلب تونس، هذوكم اللي كانوا وردة، وردة تونس، هذوكم كانوا صور تونس المستقبلية. هذيكم تونس الحقيقية، تونس الأخرى اللي 50 سنة مقموعة ومنسية ومضروبة ومهمشة ومخنوق، اللي كانت تعطي وما تاخذش، واللي زي ما توصل صوتها، ووصلت صوتها، وصلته للعالم كله.